السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. جايب لكم النهاردة منتج عبقري في عملية التطهير ضد الإصابة بفيروس كورونا. ده مطهر أساسه الهايبوكلوراس أسيد، ودي تركيبة متخصصة في القضاء على الفيروسات والبكتيريا. الميزة اللي بتميز المطهر ده عن اي مطهر تاني انه متخصص في الحماية من الاصابة بفيروس كورونا. الميزة في المطهر ده عن اي مطهر تاني يا جماعة ان بنقدر نستخدم المطهر ده كمضمضة وغسيل للانف. اقدر استخدمه كمضمضة وغسيل للانف وغرغرة كمان بشكل آمن، بيخلصك من أي بكتيريا ضارة موجودة أو فيروسات موجودة في الفم أو ممكن تصيب الحنجرة بشكل عند اللزوم أو بشكل دوري حوالي 3 مرات في اليوم. ممكن أستعمله، أقدر أستعمله على جميع أنواع الملابس والمفروشات، مفيش أي مشكلة عندي، ما بيأثرش على أي نوع أنسجة أو أقمشة. آمن، أقدر أرشه على الفوط، أقدر أرشه على الملايات، أقدر أرشه على المخدات، أقدر أرشه على أي مفروشات عندي في البيت بشكل آمن، وبكون مطمن معاه إن المكان متطهر ومتعقم بشكل جيد جدا، لأنه في الأساس المنتج ده متخصص في تطهير الأغشية المخاطية، تطهير وتعقيم الأغشية المخاطية ضد الإصابة أو ضد وجود فيروس كورونا. في حاجة تانية بنقدر نستخدم المنتج ده كمان بشكل آمن جدا مع جميع البوابات التطهير الإلكترونية. المنتج ده غير قابل للاشتعال، منتج غير قابل للاشتعال، تقدر تستخدمه في جميع البوابات الإلكترونية بشكل آمن، لا يؤثر مطلقا على أي نوع ملابس بيرتديها الشخص. أقدر أستخدم المطهر كغسول اليد في بخاخة، مفيش أي مشكلة. أقدر أستخدم المطهر ده أرش بيه الخضار والفاكهة اللي جايين من السوق، أرش الكيس قبل ما يخش البيت، أرشه على الكيس وقبل ما يخش البيت وقبل ما أغسل الحاجة. أقدر فعالية المطهر بالظبط 60 ثانية بكون طهرت الحاجة اللي أنا رشتها بشكل فعال، لا يؤثر سلبا على الجلد او البشرة، يعني ما بيعملش خدلان في الجلد او البشرة ولا يجففها بتاتا، بل بالعكس بينعم بشرة الايد. يعني بعد ما بترشه على ايدك بتلاحظ ان ايدك وبيجف، بتحس ان ايدك ناعمة جدا ولها ملمس تقدر ترتاح لي. تقدر ترش المطهر ده كمان على الكمامات، تتعقم بيه الكمامات ومش محتاج تكوي الكمامة، جاست مجرد بس ان انت ترشه على الكمامة وسيبها تجف، فيش اي مشكلة منه. تتمضمض منه عند اللزوم، تستعمله في بخاخة مفيش اي مشكلة. تقدر تطهر بيه السيارات من الداخل، يعني تقدر ترش السيارة بتاعتك من الداخل بالمطهر ده بشكل آمن، مفيش أي مشكلة. المطهر غير قابل للاشتعال، المطهر غير قابل للاشتعال، لا يؤثر سلبا لا على العين ولا على الفم ولا على البشرة. المطهر ده ما بيتشربش، ده لتطهير للوقاية الشخصية، تطهير الفم والأنف، وتقدر تغسل بيه وشك مفيش أي مشكلة. تقدر ترشه على هدومك، يعني قبل ما الشخص يرجع البيت او يدخل البيت تقدر ترشه ببخاخة مفيش اي مشكلة
ترش لمؤاخذة الأحذية والشرابات مفيش أي مشكلة. وفي ملحوظة بتقدر تلاحظها لو عندك حتى فوطة، أنت خدت شاور وطلعت والفوطة مبلولة وما جففتهاش كويس، ممكن تلاقيها بعد ما جففتهاش كويس لها ريحة أو مكمكمة. لا أنت رش الفوط، استحالة الفوط حتى لو مبلولة تكمكم أو يغير ريحتها إطلاقا. بنرش بيه جميع الأسطح مفيش أي مشكلة منه، بيقضي على البكتيريا والفيروسات، بتبقى محمي مع المطهر المتميز ده. واللي بيميزه عن مطهر الكحول ان ال5 لتر دولت يا جماعة بنفس سعر 1 لتر مطهر من الكحول. الكحول طبعا بيجفف البشرة وفي بعض الناس بتشتكي منه، لا ده لا يؤثر بتاتا على البشرة ولا على الملابس، بالإضافة إن سعره اقتصادي، إن 5 لتر من دول بسعر 1 لتر كحول، و شيء عبقري جدا، منتج عبقري تقدر معاه تحمي نفسك بشكل اقتصادي وبشكل مدروس. تقدر تستخدمه في جميع، بيخلص جميع الناس المدخنين كمان من أثر التدخين، يعني خلال دقيقة واحدة بالظبط تتمضمض بيه ما بتلاقيش أي أثر للتدخين في الفم، بالإضافة إنه بيخلصك من آلام الأسنان، بالإضافة إنه بيخلص. تقدر تستخدم المطهر ده كمطهر للجروح السطحية، يعني اقدر اطهر بيه اي جرح سطحي مفيش اي مشكلة، فعال بشكل ممتاز جدا. تقدر الاطفال تستخدمه مفيش اي مشكلة يا فندم، يعني هنا تستخدمه كمضمضة وغرغرة وغسيل للانف، تقدر تغسل بيه الانف مفيش اي مشكلة، يترش على اي جزء في الجسم مفيش اي مشاكل وقت اللزوم او بشكل دوري. تقدر ترش بيه جميع مفروشات البيت يوم بعد يوم، يعني ترش يوم وتفوت يوم، بتقدر تحصل على درع واقي من نمو او وجود الفيروسات او البكتيريا على الاسطح اللي بترش فيها. تقدر ترش بيه سلات المهملات مفيش اي مشكلة، بتعقم بيه بشكل ممتاز جدا، لا يؤثر سلبا على اي مفروشات او انسجة، فده منتج متميز تقدر تعتمد عليه بشكل اقتصادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.